السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ معكم أخوكم بسام. اليوم إن شاء الله تعالى بنكمل تختيم إلدن رينج الحلقة الرابعة. في الحلقة اللي فاتت كملنا استكشافنا في منطقة ليم غريف ورحنا للكهف، هذا قابلنا فيه باتشز وسوينا جزء من كويست يورا ودخلنا ذا الكهف وخلصنا الكهف هذا والكهف هذا، خلصنا 4 كهوف ما شاء الله. فحنكمل اليوم إن شاء الله تعالى كمان استكشاف، راح نجي لذي المنطقة عشان نسوي الكويست حق بوك، وهنا كمان في دنجن زي ما قلت لكم نبى نروح ناخده، والزعيم إن شاء الله تعالى زعيم الحصان بنحاول نقتله إن شاء الله تعالى في الحلقة هذه بإذن الله. فأول شيء خلونا نروح للدنجن. النصيحة يا شباب، انتوا قاعدين تمشون لقطوا ايتمات. اوكي، هذا التمثال جدا مهم، هعلمكم ليه، بس وش خلينا اذبح الصقر ذا. اوكي، هذا التمثال جدا مهم. انا كيف عرفت انه هناك في دنجن؟ قدي انا مختم اللعبة. فالتمثال هذا انا اسميه المرشد السياحي، لو تكلمه ينور، راح يطلع النور يدلك، يبغاك تروح هناك. فلو تمشي مع النور، خلينا نرجع الحصان، لو نمشي مع النور راح يدلنا على الكهف اللي انا اصلا محدده من اول. حلو، ناخذ ايتمات. وهذا الدنجن هنا في واحد، خلينا نذبحه. هذا الدناجن اللي هنا تراها سهلة، ما ادري اذا هنا في ايتم، ما اتذكر ذولا كانوا هنا. عاد انا احتاج، والله احتاج رونز عشان الفل، لانه سلاح الزعيم اللي ركب الحصان ما راح يمدينا استخدمه على طول، يتطلب فيث عشان نستخدمه. يا ما في شيء هنا. اوكي، خلينا نروح للكهف حقنا. ليتس جو. عاد انا بحاول في التختيم هذا يا شباب اني يعني استكشف كل حاجه معاكم واوريكم اماكن كل الاشياء. انا كان بامكاني يعني دحين احنا في الحلقه الرابعه كان بامكاني مخلصين الجزء هذا كامل، ما اوريكم الدناجن زي كذا، بس اركز على القصه الرئيسيه. يعني من يوم ما طلعنا نروح على طول للقلعه والتلفيل والاشياء دي والاستكشاف ما اوريكم اياه، بس المشكله انه الاستكشاف والكوستات والشخصيات كلها جزء يعني موجوده في العالم المفتوح، فضروري اني امشي دي الاماكن اذا بسوي لكم تختيم. فأتمنى أنه عاجبكم التختيم هذا لحد الآن. يعني أنا بشطب لكم المنطقة بالكامل زي ما انتم شايفين، في الحلقة الرابعة ولسا أنا في نفس المنطقة. فتذكرون أول قلت لكم القلعة احتمال في الحلقة الرابعة، لسا أنا ما وصلنا لها، أتوقع أنه مطولين، يعني مطولين لسا ورانا الجزئية ذي اللي فوق، ورانا الجزئية هذه، ونبى ننزل جنوب، وبعدين نبى نروح هنا شرق، نبى ناخذ كم آيتم، بعدين بروح القلعة. فمطولين. قولوا لي ايش رايكم، عجبكم كذا التختيم مفصل ولا تبون شيء سريع سريع؟ انا احب اني اوريكم كل حاجه، يعني انا تراني ما العب، كل شيء العبه قدامكم، ما العب من وراكم. اوكي يا اخي، دول بثرين يا ساتر، بيجي واحد. نايس، اوكي هذا باب الزعيم شايفينه مقفل. ولا تنسون ذي الوردات يا شباب حاولوا تلقطوها، لانه ذي ايتمات يمدينا نطور فيها سبيريت. السبيريت اللي هي زي الايتم هذا حق الذيابه، يمدينا نطورهم اقصى شيء يمديك توصله بلس 10، وقدام في اللعبه من وين نطورهم في شخصيه يمدينا نطور من عندها. شايفين ذولا؟ بحاول اني اسحب عليهم الا اذا هو نزل لي.
اوكي نزل، خلينا نشيل الورق. اوكي هو يضربني من الجدار، انا ما اقدر، ابى اعالج انا بسرعه. اوكي بمسك السيف بدين الثنتين، ماني قادر اضرب. ايوه يبغالي والله احسن حل، احسن حل نصد ضربته بعدين نعطي له ار2، يعني انكسر الدفاع حقه نقدر نعطي له ضربه زي كذا. فافضل شيء صد الضربه بعدين اضربه بار2. اوكي اوه حلو، طيحت حجره زي ما قلت لكم. جمع الورد، هذا المكان ضيق الله يستر. اه هذه نستنى النار تطفي بعدين نجري بسرعه ونخش يمين، ننتظر هنا نخلي النار تطفي نجري بسرعه ونضرب التمثال، راح ينزل تحت ناخذ ذا الايتم. هذا ايتم، اوكي في واحد جاي يعني، بس خلينا بسرعه اوريكم الايتم. هذا الايتم اذا استخدمته يقول هلو، يعني حق طقطقه فخم. دقيقة خلينا نذبح ذا بالنار. اوكي الحين لسه باقي في نار ثانية، بخليها تطفي ونجري بسرعة 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 ندخل يمين. في سلم بس قبل ما نطلع السلم بنروح هنا يمين، خلينا نضرب هذه بسرعة. بإمكاني أسحب ذولا وأخلي النار تقتلهم. باي باي، نستخدم الفخ ضده الحين مرة ثانية. أرجع نضرب هذه وراح تطيح قدام. في اللعبة الأشياء هذه المجسم يمديك تطلع فوقه، شايفين؟ ويطلع فوق قدام في اللعبة، في يمديك تستفيد من هذا اللغز، يمديك توصل لأماكن بهذه الطريقة، تنط عليها تضرب. دقيقة هذا سيفي مخيس، خلينا امسك بدنا الثنتين. ممكن بالسيف احسن. شايفين؟ يرفعك فوق. فقدام في اللعبة في اماكن توصل لها زي كذا بانك ترفع التمثال. هذه حركة حلوة، قلت اوريكم اياها مرة واحدة. اوكي فكينا الطريق، خلينا نتاكد بس اخذنا الورد. يا شايفين ذي الورد نسيت اخذها، زي ما قلت لكم هذه نحتاجها عشان نطور سبيريت. سبيريت ممتازين صراحه، يعني راح يسهلوا عليك اللعبه مره كثير، في سبيريت مره اقوياء. اوكي طلعنا فوق، وين هذا ابن الذين مسوي نفسه نايم؟ خلينا نطلع الشيلد، بصد ضربته بعدين بدي ارفض. هذا العلاج حقهم يا شباب. اظن يمدينا ننط من هنا، يا يمدينا ننط، بس نتاكد هنا ما في ايتم. صراحة الصد دي الكاونتر اتاك ريحتنا. اضرب خذ ار2 نكسر الدفاع، نايس. اوه حلو حصلنا سبيريت، سبيريت جديدة خلينا نستخدمها ان شاء الله. والاف بي كوست حقها قليل، كيف تعرفون الاف بي كوست؟ الاف بي كوست اللي هو قد ايش تاخذ من الخط الازرق. هذه تاخذ من الخط الازرق 55، هذه تاخذ من الخط الازرق 28. طب انا كم عندي الخط الازرق حقي؟ الخط الازرق حقي 68،
بديكم تشوفونه هنا. هذا هو الاف بي حقي، انا عندي 68. الايتم هذا اللي دحين انا حاطه يتطلب 28. الذيب زي ما انتم شايفين يتطلب 55. ف خلينا نحط الجديدة دي، نوريكم اياها مرة واحدة. طبعا ما يمدينا نستخدمها هنا، لازم تكون العلامة منورة، العلامة تطلع على اليسار فوق الكلام، فوق كلمة بيري. طبعا في الدناجن اكيد راح تحصلون جدران مخفية، فدائما يا انكم تقروا الرسائل او تدوروا مضبوط تشوفوا من الذين مستخبي. استناك تاخذ الايتم. اوكي فكينا الباب دحين خلاص، يمدينا نروح نباري الزعيم. ما طيح لنا شيء، ليتس جو. حلو شطبنا المكان، ومن هنا يمدينا نروح نباري الزعيم. ما ادري هذا اية واحد، اظن هذا البسه زعيم كريه. الزبده راح نجرب معاه الايتم هذا، السبيريت الجديد اللي جبناها. يا هذا البسه استخدمها. اوه هذول خمسه انفار، فخليني الهيها عشان ما تقتلهم. راح يستخدم نار، راح يستخدم نار. اوكي بالي عالج. أو لسه بقي اخر واحد بقي. جمل. حلو سوينا له بيري او كسرنا الدفاع حقه، مو بيري. حلو موتنا اخر ضربه. باي باي. وعطانا سبيريت، هذا ساحر السبيريت هذا، مو مره قوي بس انه ساحر يقدر يضرب من بعيد. الحين خلينا نستخدم ذا الايتم عشان نرجع بداية الدنجن ونطلع من هالمكان. كذا احنا شطبنا المكان بالكامل. اوكي اظن يمدينا نلفل. عاد انا بلفل الفيف الحين، ابى اوصل 12 عشان اقدر استخدم السلاح اللي راح اجيبه قدام، مو قدام مرة بس راح اجيبه من الزعيم اللي راكب حصان. خلينا نركب الحصان حقنا، والحين نبي ننزل هنا، نبي نستكشف الشاطئ هذا بالكامل. حلو نبي نستكشف الشاطئ، ونبي ندخل الدنجن عشان نجي ذا المكان. هذا الشاطئ كيف ننزل له؟ هذا اظن له نزلة معينة، ما اتوقع من هنا يمدينا ننزل، هيا من هناك من قدام. اوه في ترول، تو انتبه له. الله رهيب المنظر، تخيلوا لو كان في سيلينج تركب قارب وتسافر بالقارب. ان شاء الله يسوون دي ال سي. هذا مع السلامة، ما نبي نتضارب معك معضل. هذا نبي ننزل الشاطئ احنا قلنا، و اظن وين احنا؟ ايه هذا قاعد مسك علي. خلينا طب نستكشف الشاطئ مظبوط. هذول يمدينا نذبحهم بس مو لازم تذبحهم، ما راح يعطونك ايتمات مهمة، لكن يعطوك فلوس لو تبغى. لكن هذا المختفي خطوات، هذه من الدودة البيضة يمدينا نذبحها، فاحنا بننتظرها هنا، هي راح تجينا. راحت. اوكي بستناها في اللفة الجاية.
هي راح تيجي من هنا أظن. يا شوفوها جاية 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 جاية. ربحناها وياخذنا اشز اوف وور مخفي. هذه في اللعبة راح تحصلون اكثر من واحدة ترى. كم واحدة موجودة؟ خلينا نذبح هذا ان شاء الله يعطينا السلاح. انا قلت يا ابو السلاح حق هو نايم ترى. لو نيجي من وراه نقدر نعطيه باك ستاب. باي باي. سلاح والله ما اعطاني شيء. اوكي الحين شطبنا احنا ذا الجزئيه. نبى نرجع ورا عشان ندخل الكهف اللي راح نحصل فيه لبوك. بوك قال لنا انه راح يكافئنا لانه انقذناه، بس قال لو تنتظر عليا بيرجع الكهف اللي هو جاء منه راح يدينا ايتمات. فهو على اساس انه بيروح الكهف الحين. كيف تعرفون الكهف؟ اذا في قرود. هذا احنا قررنا الحين. هذا هو الكهف شايفينه على يساري. بس قبل ما بروح ابا هنا في بياع. زي ما اتفقنا لما نحصل بياعين، هذا نفس البياع كالي بس واحد ثاني. اذا حصلنا بياعين بنفتح الخريطة ونبغى نحط علامة، علامة الصندوق، يصير نعرف انه في بياع هنا. شايفين؟ انا قدي عارف هنا في بياع لاني حطيت علامه. الحين هذه خلاص عرفت انه في بياع. انا ممكن ما يكون معايا فلوس اقدر اشتري. اتوقع عندي انا اشتري بعدين لما اخلص الدنجن، بس بصرف هذه واشوف اذا في شيء اقدر اشتري الحين. يا شايفين يبيع الكوك كتاب الوصفات. يمديك تشتري سلاح، يمديك تشتري اسهم شورت بو، بس بشتري هذا الحين، هذا اهم حاجه. اتوقع كمان في بوم فاير هنا قدام. او ممكن اكون غلط. البوم فاير في الجهة الثانية اتوقع يعني. او كان يمدينا نجي من فوق. خلينا اوريكم ذي الحركة يا شباب. ما في ايتم. يا ما يبغالي انط على هذي. كان يمدينا نجي من فوق وننط على هذي. يمديكم تنطون على هذي الاشياء وما راح يجيك دمج. اوكي خلينا ناخذ الايتم ونطلع من ذا المكان. نروح ندخل الكهف. الكهف راح يطلعنا من الجهة الثانية هناك، راح يودينا للجزيرة. الجزيرة هذه هي اللي قال لنا عليها يورا بعد ما ذبحنا التنين، وقال بما انه معاك قلب التنين يمديك تروح للجزيرة هذه وتبدل قلب التنين وتاخذ ايتم من هناك. فالحين بنروح الكهف. ما راح اقاتل دور القرود، راح ادخل الكهف على طول. هذا الكهف مرة ظلمة مرة ظلمة. شوف دحين بدون الشعلة كيف ما مديك تشوف شيء. هذا بوك مسكين تلطش جلدوه. Must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. اوكي قاعد يقول لنا ايش قاعد تسوي هنا؟ اطلع من ذا المكان، راح يجلدونك زي ما جلدوني. اتوقع اللي جلدوه القرود. لكن احنا راح ندخل، ما راح نسمع كلام. فعلى طاري الظلمه، شوفوا دحين لو بدخل، شوفوا كيف المكان ظلمه. ما يمديك تشوف. فبمجرد انك تطلع الشعلة صراحة راح تفيدك. فهذا افضل استثمار في بداية اللعبة. سعرها 200، اشتروها على طول. اشتروا الشعلة. طول فضيحة. هذا المكان مليان قرود. هنا في قرد كبير. بحاول اني انط على راسه. ما زبطت.
سبون القرود اللي في سكيرو. ناخذ الايتمات. الدنجن صغير ترى، يمدينا على طول نروح للبوس، لكن مهم الدنجن هذا عشان تاخذ ايتمات تفيدك مع بوك. وبوك الكوست حقه حلو، عاد هنا يردنا من المكان ما بدينا المرحلة. اوكي هنا مكان البوس، يمدينا نستدعي هذا كمبيوتر اولد نايت استافون، يمدينا نستدعي ويجي يساعدنا، ليش لا؟ الزعيم هذا قد بثر، خلينا نستدعي. وبطلع انا ال بطلع ال مين اطلع؟ بطلع الكلاب الذيابة. اوكي هذا الكمبيوتر جاء، مجرد ان ندخل نستخبى وراح اطلع الذيابة، وهذا هو الباص. هم اثنين ترى، فبحاول اني اختفي. هو نايم، بعطيله شارج اتاك. حلو يلا دنا. حلو والله ستيفان ريحنا، والله هم زعيمين تراهم شوية اقوى. شايفين الاوبن ارت سكيل حق ستيفان جامد. أبا. اوكي خلينا هاي. وين الباص؟ حلو حلو حلو. باي باي. وقتلنا واخذنا ذا الايتم، هذا الايتم هو الايتم اللي يحتاجه بوك. احنا ما راح نستفيد منه، راح نعطيه لبوك اللي برا مجلود. فراح نرجع لبوك، بس اول شيء نبي نكمل. راح ارجع له بالفاست ترافل، بس نبي نكمل من هنا. لا يخمكم هذه، يمديك تضغط هنا وترجع تحسب ان الدنجن انتهى. الدنجن ما انتهى، هو انتهى بس ما انتهى، لانه لو تكمل من هنا راح يطلعنا من الجهة الثانية وراح يودينا للجزيرة اللي يمدينا نبدل قلب التنين هناك. كمان في بون فاير هناك سايت اوف جريس، يمدينا نريح عندها، يصير في اي وقت يمدينا نرجع لها. احنا دحين في الجزيرة، شايفين مكاننا، احنا دحين في الجزيرة هذي. في كم ايتم هنا كويس، في حجرة، حجرة كويسة والله. وقلب التنين اللي حكيتكم عنه تحصلونه هنا في المفاتيح، هذا القلب يمدينا نبدله من هنا من عند التنين. في جنبه زي التمثال يمديك تكلمه. ايه سويت تحية، يمدينا نكلمه وراح يفتح لنا منيو. انا برضو قاعد اسوي تحية. اوكي اضغط مثلث يا مسلم. غريبة. اوكي ممكن يبغالي اريح، دقيقة خلينا نريح. غريبة بالعادة ما تجينا زي كذا. اوكي شايفين زي كذا، طلعنا المنيو تضغط اكس يفتح لنا. الان يمدينا نبدل قلب التنين بواحدة من الضربات هذه، كل ضربة تتطلب قلب واحد. في ضربات قدام تتطلب قلبين، في ضربات تتطلب ثلاثة قدام في اللعبة.
وشايفين هذه كلها عليها علامة تكس ما يمدينا استخدمها لأنها تتطلب كم؟ هذه تتطلب 15 فيث و 12 أركين، هذه تتطلب 17 فيث و 13 أركين، 24 فيث 16 أركين. فمن هنا يمديك تشتروا ذي الضربات، أنا ما راح يمدينا استخدمها حاليا. فيا مدينا نبدلها من هنا، لكن احنا جينا ذا المكان عشان نبى ناخذ حجرة، في حجرة جدا ممتازة نروح نجيبها، حجرة الصنبر. سمعين الصوت؟ الصوت هذا صوت الدودة، معناته في دودة قريبة، والدودة هنا مكانها. نايس، وهذا هو حجر الصنبر. الحين مدينا نطلع من المكان. ونروح المنطقة، وين نبي نروح دحين؟ نبي نروح الجزيرة هذه، يصير مرة واحدة نخلص كله، مو الجزيرة، الشاطئ، يصير خلصنا الشاطئ هذا بالكامل، ويبقى لنا الشاطئ هذا دحين نخلصه. Let's go. عاد هذا اتوقع فيه نطة، ايه شايفين الرياح؟ شايفين الرياح هذيك؟ بدينا نجي من هنا، وين اقرب مكان؟ هي تحتي شايفينه؟ بدينا ننط، نط عليها لا تخاف ما راح تموت، لو ما نطيت عليها راح اموت 100%. اوكي هذا الحين عند الشاطئ، جينا ذا المكان لانه فيه ايتمين كويسين، واحدة اشز اوف وور واحدة تيلسمن. الاشز اوف وور ناخذها من هذا من ابو الشباب ذا، معاه نفس الاشز اوف وور اللي استافان قبل شوية اللي استدعيناه كان يسويها. والله عجيب، قتلني اشوف. اوكي هذا قليل الادب، خلينا نتفاهم معاه بسرعه. وراح ناخذ منه اجز فور جرافيتيس، هذه راح تخلي سلاحنا في له ماجيك، راح اوريكم دحين بعد شويه. حلوه ذي، نفس اللي كان يستخدمها استافان. اخذنا هذه. الحين هنا في مدخل كهف راح يدخلنا بدايه اللعبه، مكان ما بدينا اللعبه. ما هو دنجن كبير بس يا دوب مدخل راح ينزلنا مكان ما بدينا اللعبه. تذكرون الايتم؟ احنا هنا بدينا اللعبه، قلت لكم هذا الايتم يمدينا نجيبه بعدين، هذا هو تيلسمن. اظن تزود الدفاع ضد الكهرب، لا ضد الهولي، تزود الدفاع ضد الهولي. كذا احنا شطبنا كل الشواطئ الحمد لله. الحين وين يبغانا نروح؟ شطبنا يعني شطبنا ذي البحيرة بالكامل، خلصنا الدناجن، بيجي الجزئية هذه اللي فوق ما خلصناها راح نجيها بعدين. خلونا الحين نروح نباري الزعيم اللي راكب الحصان عشان ناخذ سلاحه. احسن لي خلينا اشوف اذا يمدينا لفل عشان ما اضيع فلوسي. ناقصني 400، ما معي فلوس. اوكي بنروح عند باري. ابى احط مسحة النار، ابى اقلب الليل نهار مرة واحدة. يصير يمدينا اشوف، يمدينا عاد استدعي ناس، ترى هذا الزعيم يمدينا استدعي ناس يساعدونك ضده عادي ترى. اوكي ابى اطلع الساحر، احس الساحر راح يريحني ضده، راح ينتفه من بعيد. اوكي بطلع الساحر،
الساحر بيموت بسرعة، وبحط على سلاحي نار ونقول بسم الله. اتجاب هذا جنبي راح يموت. والله جلده. حلو قاعد يضرب. كويس نص. ترى لسه ولا حتى نص الاتش بي حقه. عدوه قوي ترى يا شباب، ضربه ضربتين يموت. شايفين؟ شال نص الاتش بي حقي. ايش نص الاتش بي؟ كل الاتش بي. اقرا عني. ما يمديني اطلع سمن مره ثانيه. مره واحده بس. باخذ راحتي معاه. ترى ممكن يطيح، وإذا طاح يمدينا نعطيله ضربة خاضية. لا 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 كذا ما اتفقنا. خلينا هيل بسرعة. استناه يضرب بالشيلد حقه. اوكي باقي له ضربة واحدة بس. وانا كمان باقي له ضربة واحدة. باي باي. نايس. يجي. ايزي. اوف وترني. اعطاني 3200 واخذنا السلاح حقه. الجولدن هيلبرت. السلاح حقه مرة كويس يفيدك في بداية اللعبة. بس زي ما انتم شايفين يتطلب 30 سترينث و 12 فيث. يمديني امسكه بيدين الثنتين لانه عندي 20 سترينث، بس ناقصني فيث، ناقصني نقطتين في الفيث. فخلينا نشوف اذا يمديني الفل ولا لا. يمديني الفل ليفل. اوكي كم ناقصني؟ ناقصنا 500. هاي خلينا ندبر لنا 500 من وين. ما معي ارواح. افضل مكان هنا في زعيم يطلع في الليل، خلينا نروح نذبحه. برضو راكب حصان نفتك منه مرة واحدة، بس لازم نقلب الوقت ليل. شايفين طلع هنا قدامي، بس قبل هذا خليني اذبح ذا لانه ممكن يطيح لي السلاح. انا والله من اول ابي السلاح حقهم. الله اللي ذبحتني ذا.
أسرع. ما أعطانا شيء. أوكي خلينا نروح نجلد الزعيم هذا. زي ما قلت لكم هذا الزعيم ما يطلع إلا بس في الليل. ما أتوقع إنه أقوى من اللي قتلناه قبل شوية. بس نفس حركات ترى. شايفين 67 وشالت يعني شالت والله من دمجه. هذول بثرين هذول هم اللي بموتون. يبغالي اذبح ذول الجنود. اوه يمدينا نرسبن من عند ستيك اوف امريكا. يمدينا نرسبن قريبين منه. شايفين لانه الوقت نهار فما راح يكون موجود. بس خلينا نذبح ذول. لعله وعسى يطيح لي السلاح. اوكي ما طيح لي شيء. اوكي نبي نرجع البوم فاير مره ثانيه واقلب الوقت ليل. ونرجع مره ثانيه نحاول مع الشاب الظريف هذا. إذا يمدينا لفل أو يمدينا لفل يمدينا لفل ويمدينا استخدم السيف الجديد. حلو حلو راح يفيدني ضده. أوكي صرنا 23. خلينا نقلب الوقت لين وراح نستخدم السيف الجديد وراح أوريكم فرق الدمج كيف. يعني دحين السيف هذا اللي معايا كم دمج؟ 155. هذا دقيقة خلينا نمسك بدينا الثنتين. كم هذا؟ 164. هذا 260. يعني فرق 100 دمج لانه هذا فيه له هولي ففيه له دمج زيادة. لكن يمدينا استخدمه بيدين الثنتين زي ما قلت لكم. مثلث ارون وضعنا تمام. بشيل الشيلد لاني ما احتاجها ويبغالي اشيل اليد بخفف وزني. ما اتوقع راح يمدينا استخدم الشيلد. لازم نركب الحصان واحنا ماسكين السيف بيدين الثنتين عشان نقدر نستخدمه. فشوفوا دحين فرق الدمج كيف. اتوقع راح يموت بسرعة. وبذبح ذول عشان لا يزعجوني. ليه؟ اوكي السلام عليكم. يلا تعال او ضربنا الحصان. الله يقتلني. شكله فخم والله شكله فخم. طبعا يمدينا نحصن ملابسهم قدام بس الحصان لا للأسف. احنا جالسين نضرب الحصان حقه ترى وكويس ترى لو طاح من الحصان يمدينا نسوي له ضربة قاضية. باقي له ضربة ويطيح. بنزل من الحصان واعطيله. والله يا الدمج.
اللي عليه. باي باي. جي جي. راح يدينا عاش الزفور اظن. يا اعطانا عاش الزفور واخذنا 2700. مبلغ محترم والله، مبلغ جدا جدا محترم. طيب خلونا نرجع للبونفاير هذه، نريح وراح نوقف هنا يا شباب. اوكي خلينا نتاكد بس يمدينا لفل ولا لا. 2700 ما اتوقع. نوب يبغانا 3600. يا اوكي بوقف هنا يا شباب. الله يعطيكم العافيه، اتمنى ذي الحلقه عجبتكم. سوينا والله شغل حلو في الحلقه دي، خلصنا الدنجنين ذولا، خلصنا الشاطئ والشاطئ هذا والجزيره هذه، وهزمنا الزعيم اللي راكب حصان والزعيم اللي برضو راكب حصان هنا ما يطلع الا بس في الليل. ان شاء الله تعالى في الحلقه الجايه بنكمل استكشاف الجزئيه هذه والمنطقه هذه ان شاء الله تعالى باذن الله. اتمنى ذي الحلقه عجبتكم ونشوفكم ان شاء الله تعالى في الحلقه الجايه من تختيم الدرينج. كان معكم اخوكم بسام وفمان الله.